رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم. لو فام مرحبا على ماروكان. دونك سي دوفوني اون تراديسيون الحمد لله. ولكن اليوم عندنا عرس كبير، حاضر أستاذنا جميعا وبدون استثناء الأستاذ الرحموني اللي كيتساهل منا التصفيقات الرائعة. يعني نموذج الأستاذ، أنا دائما أقول الأستاذ كلنا أساتذة، ولكن الرجل الطيب والخلوق وهذا هذه يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، تبقى خصوصية يعني هذا فضل الله. مش عندكش الحسد حيت رأس الشعبة قديما ولا شي حاجة؟ المهم نعم لا ديالي هذا ديالك. المهم هذه الندوة في سياق مسار دائما تابعته كلية الحقوق الدار البيضاء، كما قال الأستاذ المستكفي، هي كانت هذه الندوة احترمت ذاك الوقت، كانت المفروض تكون ايام الشتاء اجلناها، هي دابا اليوم في جات فيها الشتاء وفيها للتوقيت ديالها. دونك فمرحبا بالجميع.